بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف السادس الابتدائي، درسنا اليوم مراجعة الكسور العشرية. طلاب، أهم شي تعرفوا بينه وشنو الفرق ما بين الكسر العشري وما بين العدد العشري. مثلا من أقول كسر عشري، مثلا صفر عدد صحيح وثلاثة من عشرة، ومن أقول هذا يسمونه كسر عشري، ومن أقول مثلا اثنين عدد صحيح وخمسة من عشرة فهذا يسمونه عدد عشري. فالفرق بيناتهم على العدد الصحيح. فإذا ما موجود عندي عدد صحيح صفر هذا يسميه كسر عشري، فإذا عندي عدد صحيح فأنا أسميه عدد عشري. أول شيء راح نأخذه بالكسور العشري يا طلاب هو تقريب الكسور. هنا أنا عندي آني ثلاث أنواع من التقريب، هسه راح نتعرف عليها. النوع الأول من التقريب هو قرب لأقرب عدد صحيح. أجي أركز على كلمة عدد صحيح، إذا معناته القريب أقربه هو فقط العدد الصحيح. أول شيء أخلي رمز التقريب. زين، أنا راح أقرب العدد الصحيح، فأني تركيزي كله على العدد الصحيح، فمعناته الاثنين لازم أني أقربها، الصفر لازم أقربها، والاثنين لازم أيضا أقربها. فأجي الاثنين يعني معناته لازم آخر شيء أنزل فقط العدد الصحيح بدون فارزة. فمنه أول مرتبة عشرية تأثر على الاثنين هي السبعة. أشوف السبعة من ضمن الأعداد اللي تأثر على الاثنين، فإحنا نعرف الأعداد اللي تزيد العدد اللي أريد أقربه، إحنا نقول عليها اللي هي الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة. الأعداد اللي ما تأثر على العدد هي صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إحنا سميناها هاي أعداد بخيلة وهنا أعداد كريمة. فهاي العدد السبعة من ضمن الأعداد اللي تأثر على الاثنين طبعاً، فأزيده واحد، فأقرب إيش قد تصير؟ ثلاثة. ما أنزل الفارز، إذا فقط قربت لأقرب عدد صحيح. نجي الكسر العشر الثاني، فأجي هنا عندي صفر. صفر من أجا قبله اللي أثر علي أول عدد عشري؟ هنا ستة، ستة تأثر على الصفر، نعم زيدة واحد، فالجذي يصير الصفر، صفر زائد واحد يصير واحد، فتقريبا واحد. اثنين عدد صحيح وخمسة وأربعين من مئة. أجي أخلي رمز التقريب الاثنين، أشوف منو قبلها كانت تأثر عليها الأربعة من ضمن الأعداد اللي ما تأثر على الرقم اللي أنا أريد أقربه، فمعناته ما يزيد واحد، يبقى الاثنين كما هي ما تتقرب، إذا قربت لأقرب عدد صحيح. هسه نجي إلى النوع الثاني من التقريب، هو التقريب لأقرب جزء من عشرة. يا أما راح يجيكم طلاب قرب لأقرب جزء من عشرة، أو راح تيجي صيغة السؤال قرب لأقرب مرتبة عشرية واحدة. فصيغة السؤال إذا أجتكم مرتبة عشرية واحدة أو جزء من عشرة فاثنيناتهم نفس الطلب. فأجي من أقول مرتبة عشرية تجي كلمة مرتبة، إذا معناته أني هنا التقريب على المراتب، فالعدد الصحيح ينزل كما هو هو الفارزة، صفر عدد صحيح نزلت هي والفارزة. مرتبة عشرية واحدة، أول مرتبة عشرية بعد الفارزة هي الثمانية. أجي أشوف من الصفها التسعة، التسعة تأثر عليها طبعا، تأثر عليها راح أزيدها واحد، فمعناته الثمانية شو راح تصير؟ راح تصير تسعة. نزلت مرتبة عشرية واحدة أو جزء من عشرة، يعني آخر شيء من أريد أقرأ الكسر، فصفر عدد صحيح وتسعة من عشرة فقط ينزل. آني هاي التسعة بعد ما تتقرب ولا أخلي مكانها صفر. زين طلاب، هسه أخلي رمز التقريب. سبعة وسبعين عدد صحيح وستمائة وأربعة وعشرون. السبعة وسبعين عدد صحيح تنزل كما هي. زين، بما أنه جزء من عشرة فأول مرتبة بعد الفارزة أخذ مرتبة واحدة، فأني أحتاج مرتبة أقربها ومرتبة أباوع عليها. الاثنين تأثر على ستة؟ لا، فالستة تبقى كما هي، فتقريب السبعة وسبعين عدد صحيح صار سبعة وسبعين عدد صحيح هو ستة من عشرة، فهذا جزء من عشرة اللي هي مرتبة عشرية واحدة. نجي على النوع الثالث من التقريب، طلاب قرب لأقرب جزء من مئة. صيغة السؤال الأخرى راح تجي لي أقرب جزء من مئة هي قرب لأقرب مرتبتين عشريتين. زين، من اسمها مرتبتين عشريتين، إذا معناته العدد الصحيح أني ما أقربه ينزل كما هو. زين، بما أنه مرتبتين آخذ أول مرتبة وثاني مرتبة، المرتبة الأولى تنزل كما هي، يعني معناته لازم أني أنزل فقط مرتبتين. أجي على الرقم الثاني، قبل ما أنزل أشوف الرقم الثالث يأثر عليه لو لا. الرقم الثالث من ضمن الأرقام اللي يزيد لي واحد تقرب لي الأربعة، شقد تصير الأربعة؟ خمسة، فتصير تقريبا اثنين عدد صحيح 15 من 100، لأن هي جزء من 100 فقط مرتبتين، المرتبة الثالثة راحت. أجي للكسر الآخر، 55 عدد صحيح تنزل، 55 عدد صحيح هي والفارزة، المرتبة الأولى اثنين تنزل. الرقم الثاني قبل ما أنزل مرتبة الجزء من 100 أشوف الرقم الثالث يأثر عليها لو لا،
الاثنين، الاثنين ما تأثر على ستة ما تتقارن فتبقى ستة، فالتقريب مالتي 55 عدد صحيح هو 26%. وصلنا وياكم طلاب إلى العمليات على الكسور العشرية. أول عمليتين هي عملية الجمع والطرح، وعندنا عملية الضرب وعملية القسمة. نجي إلى أول عملية هي عملية الجمع والطرح. عند جمع وطرح الكسور العشرية يجب مراعاة أنه يجب أن تتساوى عدد المراتب اللي قدام الفارزة، هاي المراتب مو العدد الصحيح. أجي أحسب كمرتبة، هنا عندي مرتبتين، هنا كمرتبة 1 2 3، أجي أشوف مساويات بالعدد المراتب، لا. فأنا أجي هنا شلون أساوي المراتب؟ أضيف صفارة للكسر اللي يحتاج أنه يساوي المرتبة. أجي هنا 3 عندي وهنا مرتبتين، فأجي أخلي صفر. وين أخلي صفر؟ لهذا الكسر، فصار عندي 3 مراتب بثلاث مراتب. ذاك الحال إلي أجي أجمع، من أجمع الفارزة أبداً ما أغير موقعها، أجي أشيل الكسر الأول مثل ما هو، صفر عدد صحيح و540 زائد الفارزة أنزلها تحت الفارزة ما أغير مكانها، العدد الصحيح تحت العدد الصحيح و314. أجي أجمع 0 زائداً 4 4 1 زائداً 1 5 و5 زائداً 3 8، الفارزة تنزل تحت الفارزة و0 زائد 0 0، إذن الناتج النهائي 0 عدد صحيح و854. هذا حلينا المثال الأول. مثال رقم 2، يجيني طرح. هنا عندي عدد صحيح 8 عدد صحيح ناقصا 2 عدد صحيح و13. زين، من أجي أطرح، أنا قلت بالجمع وبالطرح لازم تكون الكسرين مساويات. أنا عندي عدد صحيح، شلون أساوي؟ إيش أحتاج؟ يحتاج فارزة. بعد كم مرتبة قدام الفارزة؟ هنا عندي مرتبتين، فمعناته أحتاج إنه أضيف صفرين. من أجي بالبداية أول كسر 8 عدد صحيح ويا صفرين، أطرح فارزة تحت الفارزة ما يتغير مكانها، عدد الصحيح تحت العدد الصحيح و13 تنزل. أجي أطرح 0 ناقصاً 3 ما يصير، ولا أقدر أخذ من هذا الصفر، فأجي أخذ من عدد الصحيح، هنا يصير 7، هنا يصير 10، فأخذت 1 بعدها يصير 9، وهاي يصير 10. 10 ناقصاً 3 7، 9 ناقصاً 1 8، الفارزة تحت الفارزة تنزل نفس موقعها، 7 ناقصاً 2 5، في الناتج النهائي 5 عدد صحيح و87%. زين، أجي العملية الضرب. عملية الضرب عكس عملية الجمع والطرح. هنا من أضرب ما أساوي المراتب طلاب، أشيل الفارزة أثناء الضرب ومن ثم أرجع الفارزة بالناتج. يعني أنا هسه هذه الفارزة إذا أشيلها شقد يقرأ الرقم؟ 325. ومن أشيل الفارزة شقد يقرأ الرقم؟ يقرأ الرقم 2. فأجي أضرب كأنه الرقم ماتي بدون فارزة، بدون ذني الفوارز هسه أنا مسحتهم. زين، أجي أضرب كأنه ضرب عادي، عندي 2 × 5 = 0 باليد 1، 2 × 2 = 4 = 5، 2 × 3 = 6، إذا الناتج عندي 650. زين، إيش بقى عندي؟ بقت الفارزة لازم أرجعها. شلون أرجع الفارزة؟ ترجع الفارزة بحسب المراتب للكسرين. أجي أحسب كم مرتبة عندي هنا؟ مرتبتين. كم مرتبة عندي هنا؟ مرتبة. فأني هنا أجمع المراتب، هنا مرتبتين ومرتبة، إيش صاروا؟ 3، ف1 2 3. أحسب من جهة اليمين 1 2 3 وأخلي الفارزة. ما عندي عدد صحيح، ده معناته عدد صحيح ما تشقد 0، فناتج 0 عدد صحيح هو 650. في حالة إذا ضربت كسر بعدد آخر ما بفارزة، إذا أحسب فقط مراتب الكسر اللي مضروب. زين طلاب، هاي في عملية الضرب. عند الضرب ترفع الفارزة وترجع عند الناتج. زين، نجي عملية القسمة. من أجي عملية القسمة طلاب، عندي 3 أنواع للقسمة. بالقسمة أنا عندي هنا المقسوم، وهنا عندي المقسوم عليه. بالقسمة الكسور العشرية يجب أن يكون المقسوم عليه لا يحتوي لا على أصفارة ولا على فارزة. زين، أنا جيت هنا عندي هنا مشكلة، عندي صفارة مقسوم عليه، من أريد أقسم عليه ما يحتوي لازم لا على أصفارة ولا على فوارز. في حالة إذا كانت عندي صفارة، بهيش حالة شلون أعالج هيش موضوع؟ أحذف الصفارة، رح ينزل الرقم مو شرط إلا مضاعفات 10، مضاعفات 100، مضاعفات 1000، مو شرط إلا فقط 100، حتى لو مضاعفاتها تحذف الصفارة، أنزل 1 تقسيم تنزل. عند قسمة الكسر العشري على عدد بصفارة، فالفارزة تتحرك نحو جهة اليسار، ترجع لورا. أي صفارة ترجعني لورا. كم مرتبة أرجع؟ حسب عدد الصفارة. كم صفر عندي هنا؟ صفرين. إذا هنا وين ترجع الطلاب الفارزة؟ 1 2، وين تصير؟ حصير الظهر 8. يعني هالشكل راح يصير، ها
هاي 8 2 4 كانت هنا الفارز راح ترجع وين تصير هنا. ما عندي عدد صحيح اذا صفر هنا. اي عدد يقسم على واحد ينزل كما هو الكسر. صفر عدد صحيح هو 8 و4 و20. زين جينا على المثال رقم 2. هنا المقسوم عليه كسر 10. عند قسمة عدد صحيح على كسر 10 يجب ان تحذف الفارزة من المقسوم عليه. ايش قد يصفر رقم عندكم طلاب؟ 2. تقسيم اذا كان المقسوم عدد صحيح بهيج حالة راح اضيف لصفارة قد عدد مراتب المقسوم عليه. انا كم مرتبة عندي هنا؟ مرتبة واحدة بس رقم واحد، فمعناته هنا اضيف صفر. واذا كان عندي مرتبتين اضيف صفرين. اذا ثلاث مراتب اضيف ثلاث صفارة وهكذا. هاي شو وقت اضيف صفارة؟ اذا كان المقسوم عدد صحيح يعني بدون فارزة والمقسوم عليه بفارزة. هسه راح اقسم قسمة عادية راح اقول كأنه 80 تقسيم 2. 8 يشكم 2 بها 4، 4 في 2 8 اطرح 8 ناقص 8 0 والصفر الأخيرة صعد لي فوق، إذا الناتج 40. أجي هسه المثال رقم 3. من أجي أباوع المقسوم كسر 10 كسر 10 هنا عندي همتين كسر 10 هنا عدد 10 وهنا كسر 10. أجي لازم أحذف الفارزة تنزل السبعة. زين أجي بما أنه عندي فارزة من نزلت السبعة بدون فارزة. إذا كان المقسوم كسر 10 فالفارزة تقدم نحو جهة اليمين بعدد مراتب المقسوم عليه. هنا كم مرتبة عندي؟ مرتبة واحدة، إذا معناته هنا تتقدم مرتبة واحدة. إذا مرتبتين مرتبتين وهكذا. هي كانت هنا طلاب كانت هنا راح تصير قدام الثمانية. لو عندي هنا رقمين كان ضفت لها رقمين وهكذا. هسه نقسم قسمة طويلة عادية 2 3 8 فارزة 7. أجي هنا 2 كم 7 ما بيها؟ أترك مرتبة 23 ايش كم 7؟ بيها 3. 3 في 7 21 أطرح 3 ناقص 2 3 ناقص 1 2 2 ناقص 2 0 تنزل 8 28 تقسيم 7 بها 4 4 في 7 28 أطرح 0 وصل